انطلقت فعاليات النسخة الأولى من قمة الإبداع الإعلامي للشباب العربي في القاهرة تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط. تناقش القمة التي تستمر لمدة يومين موضوعات رئيسية كالتحديات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي على الإعلام، تأثير التكنولوجيا الحديثة على كتابة المحتوى. على مدار يومين تستمر فعالية النسخة الأولى من قمة الإبداع الإعلامي للشباب العربي تحت شعار إعلام يلهم شباب يبدع، والتي تنظمها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وبرعاية مجلس الوزراء وجامعة الدول العربية. الشباب العربي لابد أن يتم إعداده وتسليحه بالتقنيات اللي بتخدم الأهم في الصناعات اللي احنا كلنا بنعاصرها، صناعة الإعلام. النسخة الأولى من قمة الإبداع الإعلامي العربي كان هدفها الأساسي أو الرؤية الأساسية فيها هو فكرة ترسيخ وجود منصة إعلامية عربية تعبر عن شبابنا العربي بشكل فعال ومؤثر. قدمنا رؤى كثيرة في هذا الاتجاه، وتحديدا أن الإعلام المرجو أو المطلوب أو المستهدف في هذه القمة هو الإعلام الجديد أو الإعلام الإلكتروني. فعالية القمة تتضمن عدة جلسات نقاشية حول الذكاء الاصطناعي وتحدياته في المجال الإعلامي وتأثير التكنولوجيا الحديثة على كتابة المحتوى، إلى جانب الأمن الرقمي للمؤسسات الإعلامية والصحة النفسية للإعلاميين. الإعلام بيواجه تحدي كبير، طبعا التقدم التكنولوجي صحيح بيساعدكم، ولكن في نفس الوقت الأحداث سريعة جدا جدا وبطريقة حادة، وبالتالي انا بشوف ان انتوا هيكون عليكم الفتره الجايه مسؤوليه كبيره، ان انتوا ازاي تعيشوا المجتمع كله في يعني داخل احداث. احنا تقدمنا بمبادرتين، المبادره الاولى بان يكون هنالك تاسيس للاتحاد العربي لاصحاب الصحف الالكترونيه والذكاء الاصطناعي، وكذلك قدمنا مبادرة تبني لكل الأفكار الشبابية. القمة كانت مميزة جدا لأن هي يعني ركزت على أن الأعمال المشاركة من قبل الطلاب تكون أعمال لها طبيعة الذكاء الاصطناعي والإنتاج الخاص بالإنتاج، الأعمال اللي بتمس فكرة الإبداع الإعلامي وتكنولوجيا العصر والرقمنة. الإعلام له تأثير سواء كان تلفزيون سواء كان اليوم من منصات التواصل الاجتماعي، الإعلام قادر أن يغير يعني مسار الرأي عربي. قمة والتعاون بين المؤسسات الإعلامية لمناقشة قضايا الإعلام المختلفة، إلى جانب اكتشاف الطاقات الشبابية في الإعلام وتعزيز الوعي باستخدام التكنولوجيا الحديثة. جيرمين إبراهيم، التلفزيون المصري.